15 سنة مرت على صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، ولأن حقوقهم ما زالت حبراً على ورق، فقد أطلقت المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين ومنظمة المادة 19 واتحاد المقعدين اللبنانيين تقريراً عن الإعاقة والوصول إلى المعلومات في لبنان، حيث أظهر التقرير أن التزامات لبنان الحالية تجاه القانون الدولي تفرض عليه أن يكفل للأشخاص المعوقين الوصول إلى المعلومات وأن تكون سهلة المنال. نحن مصرين إنه لا، بدنا نعرف كل وزارة كيف عم تشتغل بهذا الموضوع، حقوقنا شو، عندها تحديات وشو عندها اقتراحات. بدنا نعبر وصوتنا يوصل للمسؤول وهالصوت يحترم. يحتاج ذوي الإعاقة للوصول إلى المعلومات إذا ما أرادوا أن يشاركوا في الأنشطة المجتمعية والتغيير السياسي ومواجهة تاريخ مديد من الإقصاء السياسي والاقتصادي. إن إفصاح الحكومة عن معلومات بشأن المالية العامة ونتائج السياسات العامة يعتبر عنصراً رئيسياً من عناصر الوصول إلى المعلومات، وتالياً يشكل خطوة أساسية من خطوات الشفافية المنشودة. يرصد التقرير أن الوصول إلى المعلومات يكون غالباً غير ميسر، وفي بعض الأحيان تكون المعلومات غير موجودة. حسب القانون الدولي، الناس ذوي الإعاقة مثل كل الآخرين يحق لهم الحصول على المعلومات. إن لبنان في التور تبني قانون الحصول على المعلومات، وهذا يعني إن الأشخاص المعوقين يستطيعون البحث ومعرفة ماذا تفعل حكومتهم. وأوصى التقرير الحكومة اللبنانية بإصلاح القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.